أهلا بحضراتكم من جديد. ماذا ستنشر على حساباتك في مواقع التواصل الاجتماعي إذا علمت أن ثلثي الشركات تعتمد عليها بالفعل في اتخاذ قرار توظيفك؟ دراسة أجرتها بالفعل شركة أو مؤسسة بيتكوم الألمانية المعنية بتكنولوجيا المعلومات أظهرت أن 63% من الشركات تلجأ بالفعل إلى مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة المزيد عن المتقدمين للوظائف. نتابع. إنه زمن السوشيال ميديا. وسائل التواصل الاجتماعي غزت حياتنا بكل تفاصيلها حتى باتت جزءا لا يتجزأ منها. لكثير من الناس أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي بمنصاتها المختلفة ترسم ملامح حياتهم وتفكيرهم وأساليبهم بالتبضع ومفهومهم للتسوق. وأكثر من ذلك، ماذا نقول عن أنفسنا وماذا ننشر أو نحمل على صفحاتنا الخاصة على السوشيال ميديا قد يكون له تأثير كبير على الوظيفة القادمة التي من الممكن أن نحظى بها. قبل أقل من 10 سنوات كانت السيرة الذاتية كافية لتتحدث عمن يتقدم إلى وظيفة، أما اليوم لم يعد ذلك كافياً لكثير من الشركات والأعمال، فبعض الشركات تبحث على فيسبوك وإنستغرام وتويتر مثلاً عن الشخص المتقدم إلى الوظيفة لمعرفة المزيد عن تفاصيل حياته، ولكن هل يعد ذلك قانونياً؟ السؤال هنا ما مدى خصوصية استخدام الحسابات الشخصية؟ هذه هي النقطة الأساسية، وحالياً أصبحت الحسابات تستخدم استخدام تجاري أكثر منه شخصي لترويج الحسابات الشخصية والمنتجات، ولكن يجب أن نكون حذرين في استخدام صورنا الشخصية وصور أطفالنا لكي لا نروج لها في حساباتنا. كثير من المعلومات والبيانات الشخصية التي تكون صورة أوضح عن حياة الأشخاص باتت متاحة، حتى لو عمد بعض الأشخاص إلى زيادة مستوى السرية في حساباتهم. هذه المعلومات التي قد تشكل دعماً لبعض الأشخاص حين يتقدمون إلى عمل معين قد تكون عرضة للسرقة أو للاختراق في أحيان كثيرة. لعل فضيحة فيسبوك الأخيرة حين تعرضت حسابات أكثر من 50 مليون عميل للاختراق، لعلها دليلاً قاطعاً على أن المعلومات الشخصية كثيراً ما تكون مهددة، ولكن رغم ذلك لم يتوقف الناس عن مشاركة تفاصيل حياتهم على منصات التواصل، فهذه هي البصمة التي تميز عصرنا هذا. من قمة التواصل الاجتماعي في دبي، نور عماشة، قناة الحرة. عموما خلونا مشاهدينا نتعرف أكثر على التغيير اللي أحدثه دخول مجال التواصل الاجتماعي على خط مجال التوظيف، وأصبح ربما في النهاية أداة رئيسية في هذه العملية، وهذا من خلال لقائنا مع منى الحبسي مديرة إدارة موارد بشرية في أحد أكبر فنادق دبي. في البداية صباح الخير يا منى. صباح النور وشكرا على الاستضافة. بداية أصحاب أو حجم التوظيف طبعا اللي احنا بنتكلم عنه أصبح هائل من خلال مواقع تواصل زي لينكدإن وغيرها، حجم كبير جدا لا يمكن لأحد أن ينكره، ولكن ما لا يذكر كثيرا هو ثقافة التوظيف وطريقة تفكير الموظف أو أصحاب العمل كيف تغيرت مع دخول مواقع التواصل الاجتماعي. بداية طبعا وصول مواصل التواصل الاجتماعي غيرت نظرة أصحاب العمل ونظرة حتى الموظفين اللي يقدمون على وظائف، كيف أنهم يظهرون بهذه الصورة لتأهلهم أنهم يكونون متقبلين هالوظائف. فأول شيء أصحاب العمل هالأيام يشوفون الوظيفة وفي نفس الوقت يشوفون لو كان هالشخص ممكن أن يكون فت في هالوظيفة من خلال صورته أو علامته التجارية اللي هو كونها عن نفسه. يعني مثلا كل شخص الأيام عشان يظهر ظهور مهني لازم يكون عنده وجود وتواصل على مواقع التواصل الاجتماعي ومكون صورة براند عن نفسه. يعني فالموظفين أو أصحاب العمل الموظفين وأصحاب العمل يشوفون هالأشياء ويحاولون يحطونها على الوظيفة أو فت الوظيفة اللي بيوظفون فيها الشخص. فالشخص لازم يكون مشتغل على مثلا لينكدإن من أكبر الويب سايتس اللي لازم أي شخص يعني يدور على شغل يسويها، يكون في حساب، وما يكون في أي حساب، يكون الحساب لازم أبديتد ويكون في بروفيشنال إيمج، يكون في يتكلم عن إنجازاته عشان في وايد أخطاء مثلا الموظفين
أو الموظفين يسوونها أنهم يحطون الجوب ديسكريبشن في اللينكدين، وهذا شيء غلط. لازم يحطون الإنجازات اللي سووها خلال مسيرتهم المهنية. طيب خلينا نتكلم في البداية عن المواقع المخصصة للتوظيف أو المواقع خلينا نقول العملية زي لينكدين. هل رفعت من مستوى توقعات الموظف أو من مستوى توقعات أصحاب العمل عند القيام بتوظيف شخص ما لوظيفة؟ أكيد رفعت توقعات. وجود هذا الكم الهائل من الموظفين في مكان واحد. أكيد. إحنا نشوف أنت كمثلاً، إحنا بتكلم عن تجربتنا نحن يوم نوظف ناس مثلاً. فشن سوي يعني يكون الجوب بوستد على الويب سايت ونحن نستلم العديد من السي فيات مثلاً. فكوقت يعني نشوف وقتنا كموظفين ما بنسمع نشوف كل السي فيات. لو كنا انترستد في الشورت ليستد كانديديت ستريت اواي بنسير اللينكدين او بنسير حتى الجوجل والتايب ذير نيمز. الحين هالايام لو انت مو موجود اصلا على الاونلاين او على السوشيال ميديا معناته اصلا انت ما عندك حضور اول شيء. ففي عصر السوشيال ميديا يعتبر السلاح السري يعني في القرن 21 ما تقدر يعني تكون موجود في حتى في أعين الموظفين وحتى في أي شيء ثاني أنك تكون موجود يكون لك حضور على السوشيال ميديا. فنسينا إحنا نشوف أول شيء بروفايلاتهم، نشوف يعني هل هم مرتبين بروفايلاتهم أو لأنه بس مجرد بالضبط. كنت عايز أسألك عن المعايير، هل في معايير محددة اللي بتخليكم تقيموا البروفايل أو حساب هذا الشخص على موقع التواصل؟ يعني شوف حتى لو مثلا لو قلت لك أنت الحين بتصير بتدور أي شيء تبغى تدور عنه تسوي سيرش على جوجل يطلع لك الريزلت مثلا او النتائج، تصير تضغط عليه راح يطلع لك لينكدين. زين تشوف البروفايل الشخص، تشوف صورته، تشوف مثلا الانجازات المهنيه، عشان حتى في اللينكدين اول ما تدش البروفايل يكون في صوره، يكون في الكرنت بوزيشن، يكون في مثلا الشركه اللي يعمل فيها الشخص حاليا، بس يكون في سمري. هالسمري وايد مهم عشان كامبلويرز ونحن نوظف وايدين في اليوم الواحد ما بنقرا كل البروفايل، بنقرا السمري. ولازم هالسمري يكون شيء something to sell you يعني selling point of view. في بعض الدراسات بتقول انه عدد كبير وصل الى يمكن 55% من المتقدمين للوظيفة تم رفضهم بسبب حساباتهم على مواقع التواصل. الى اي درجة بتؤثر حسابات المتقدمين في السوشيال ميديا في حصولهم او رفضهم، يعني ان هم ممكن يرفضوا تماما بسبب محتوى موجود على الموقع نفسه؟ شوف الحين يعني معظم الشركات تقول نحن يعني عندنا يعني مثلا مصداقية او عندنا يعني معايير ان نعطي كل حد فير تشانس انه يجي ويعني يتقدم حق الوظيفة وحتى يسوي المقابلات. بس بعد يعني اول ما تشوفه شو ابوت فيرست امبريشن، اول شيء يعني اول شيء تشوف الفيرست امبريشن، يعني انت تفتح البروفايل تشوف الشخص هذا وايد ياثر. انا بتكلم بالتحديد عن شخص انتم بتشوفوه مؤهل وعنده كل المؤهلات الدراسية والعلمية، ولكنه في محتوى ممكن يكون حساس بالنسبة لكم او انتم بترفضوه. يعني حتى انا بتكلم عن محتوى شخصي مش على لينكدين، بتكلم على مواقع التواصل الشخصيه فيسبوك مثلا او تويتر او انستغرام. شوف هذا طبعا يتغير من يعني صاحب عمل لصاحب عمل اخر. يعني على حسب الشركه وعلى حسب مثلا كل شركه يكون عندها فيجن ميشن، فهذا يعني يشوفون هاو ماتش هالشخص يعني يناسب ثقافه الشركه. يعني مثلا لو كان ثقافه الشركه شيء فيها فن، فيها اشياء كذي مثلا انه يبون واحد يكون يعني فول اوف لايف فن فاميلي، فلو هو عنده مثلا في حسابات التواصل الاجتماعي مثلا يراوي هالجوانب من حياته ممكن هاي يكون ان لاين وذ الميشن والفيجن مال الشركه. بس لو شركه مثلا خلينا نقول مثلا شركات قانونيه او شركات وايد سيريس، شركات اخبار مثلا، ففي حساسيه ان انت كموظف شو ممكن تسوي بوست على حسابك في التواصل الاجتماعي. وهل الموضوع ده قانوني؟ هل فكره انه يرفض شخص ما لحساب شخصي هل بيعتبر قانوني؟ انا بقول لك شيء، يعني الحين اصحاب العمل يوم مثلا يرفضون او ما يرفضون الموظف، طبعا معظمهم ما بيوم يتصلون فيك بيقولوا لك والله نحن رفضناك عشان لينكدين بروفايل ولا عشان فيسبوك بروفايل. لازم يكون في طريقه ان مثلا ان نرفض يعني الموظف نوصل المسج، بس نحاول بعد ان سمعت الشركه ما تتاثر. وانا مو بياسه اقول لك ان 100% احنا يعني نسوي هالشيء نتخذ هالقرار بناء على البروفايل، لا، بس اقول لك في وظائف نحتاج فيها ان يكون هالشخص على صوره معينه، ومو كل مره يعني نرفض الشخص عشان البروفايل. اكزاكتلي. ده صوت انذار عامه لاي متقدم للوظيفه. خلي بالكم من حساباتكم حتى الشخصية. شكرا جزيلا لك منى الحبسي مديرة موارد بشرية، شكرا ونورتينا النهاردة. شكرا. بعود إليك مرة أخرى تيماء.
شكرا باسل، ونبقى في ثورة التكنولوجيا الرقمية التي تتطور بشكل يومي.